الذي ينتظر أيضا ربما نشاهده في الشوط الثاني، خدير، بوشريحة و قعقع. إذن بصيري هو الحكم الرئيسي لمباراة اليوم في حضور جمهور مقبول نوعا ما، لأن أنصار شباب قسنطينة منتشين في الفترة الأخيرة وراضين تماما على أداء ومردود فريقهم الذي تأهل في إلى الدور الربع النهائي من كأس الجمهورية، يحتل المرتبة الخامسة، ثالث أحسن دفاع في الرابطة المحترفة الأولى. أشياء إيجابية بالنسبة لشباب قسنطينة اللي رغم البداية الصعبة، الكثير من الكلام كثير قيل على شباب قسنطينة وعلى تراجع نتائجه، ولكن العودة القوية خلت الأنصار متفائلين أكثر بالنسبة لبن شريف القائد وزملائه الذين أبهروا الجمهور الرياضي بقيادة الرحماني الذي تلقى هدف وحيد في 9 مباريات، وهذه تعتبر حصيلة رائعة جدا من دفاع شباب قسنطينة بالرباعي بن عيادة، صالح زعلاني وشحرور، إضافة إلى الحارس الرحماني بقيادة هذا المدرب على الصورة لافان الذي أعطى صورة أخرى. وتنطلق المباراة الآن بالنسبة للمباراة بصفرة الحكم باصيري كما قلنا في أول محاولة من اللاعب توري الذي هو أيضا سيكون تحت الأضواء، اللاعب مولودية بجاية المهاجم اليوم أمام دفاع قوي ولكن بيطو وزملائه أمام فرصة ربما استغلال بعض المساحات وبعض الثغرات في دفاع فريق مولودية بجاية، بعودة اليوم بولدياب إلى محور الدفاع رفقة ضباري من أجل غلق كل المنافذ، خاصة أن الفريق تلقى الكثير من الأهداف آخرها هزيمة بثلاثية كاملة أمام مولودية طهران. وأين وببجاية الفريق في 3 مباريات تعادل في مباراة واحدة وانهزم في مباراتين، انهزم في الديربي أمام شبيبة القبائل وانهزم في اللقاء الأخير أمام مولودية طهران ورأسية اللاعب أرونا أول كرة ولكن إلى 5 أمتار و50. أرونا على الصورة اليوم كما نشاهد يعني بدنيا ما شاء الله، ولكن تبقى القدرة الفنية المهارية كيف الانسجام مع زملائه، ولكن ربما الحديث عن الانسجام سابق لأوانه. نعم هو لاحقا بطبيعة الحال لاعب حتى مهاريا لديه مؤهلات كبيرة، مثلا التوزيع التي أعطيت له حولها بالرأس، تمكن أولا منها وحولها بالرأس إلى زميله المهاجم على الجهة اليمنى، وهذا يؤكد بأنه تكتيكيا اللاعب لديه قدرات يمكن أن يعول عليها. والظروف الطبيعية نأكد أنها تساعد الفريقين، أرضية الميدان جيدة رغم تهاطل الثلوج في الأيام الماضية يعني مع نهاية الأسبوع الماضي، لكن الأرضية تبدو لي جيدة. اليوم المباراة تلعب لن تؤجل بعدما أجلت مباراة كل من دفاع تاجنات وشباب الوزاد ووفاق سطيف مولودية الجزائر، وهذا يزيد من متاعب الفرق خاصة أن الرزنامة مكثفة وتأجيل المباريات في أول كرة رأسية ولكن 5 أمتار و50، أول كرة رأسية إلى 5 أمتار و50. قلت الرزنامة اللي تخوف منها المدربين وأيضا اللاعبين اللي كثافت المباريات في فترة قصيرة، كل ما تؤجل المباريات إلا والمدرب واللاعبين تلقاهم غير راضين تماما. اليوم الحمد لله الظروف تساعد على إجراء المباراة. شباب قسنطينة اليوم على غير العادة ب5 مدافعين، حتى بن شريف الموجود في المحور مع زعلاني وشحرور، بن عيادة على اليمنى ولاعب صالح على الجهة اليسرى، ب3 لاعبي وسط وبمهاجمين 2. هذه لأول مرة بالنسبة للافان. شباب قسنطينة يعتمد على هذا الخماسي الذي في حالة الهجومية ينطلق بن شريفة مباشرة للهجوم، وأيضا الظهيرين الأيمن والأيسر، وهذا ما يخلق مساحات أمامهم ويخلق صعوبات لمراقبتهم لأنهم يجيوا من الخلف وبالتالي تصعب الرقابة نتاعهم. والفريق يبحث عن الفوز الخامس بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ب5 مدافعين، يعني عدم تلقي الأهداف وانتظار فعالية اللاعبين والانطلاق بقوة للهجوم من الخلف. توري استرجع هذه الكرة يلعبها مع رفيقه تصل لوالي،
تعود ترجع لليوالي مرة أخرى، البحث على المراوغة، يوزع كرتو ناحية رفيقه من هناك متأخر نوعا ما ظهار اللي يعرف جيدا مع عالم ملعب الشهيد حملاوي، لأنه سبق له أن تقمص ألوان فريق شباب قسنطينة. كرة في وسط الميدان، البحث عن الرافق المتحرر من العمري سيد علي، فضلها طويلة ناحية أرونا، هل يلحق عليها أرونا؟ ولكن الكرة سريعة جدا وسهلة بين أحضان الحارس الطوال عثمان. أرونا يبحث دائما عن المساحات كما نشاهد، حتى التموقع يبدو لي أنه يتموقع جيدا ودائما يبحث عن المساحات ويكون بعيد عن المدافعين. بالضبط، ويحاول أنه يتحرك من أجل التخلص من الرقابة اللاصقة وتهيئة مساحات لنفسه بطبيعة الحال. في أول مشاركة له اللاعب الكاميروني، ثم تبقى لمولودية بيجاي. كرة إلى أين؟ ولا 5 أمتار و50 العرضية، ولكن كانت بعيدة تماما عن المرمى. الحارس الرحماني حارس شباب قسنطينة مضمي خير الدين، وأيضا من المدربين اللي يتميزوا بالهدوء، ولكن ما عندوش عصبية، ولكن يبدو نوع من نوع ما قلق أو متخوف من ظروف الفريق. هو قلق وخوف في نفس الوقت من المقابلة، أجواء المقابلة، ضغط كبير جدا يعيشه المدربون، يعني مهما كان طبيعتهم. واللاعب نعاس ضيع من الكرة الظاهر الأيمن، يسترجع لاعب أرونا وإلى شباب قسنطينة. حتى في الصراع الثنائية يبدو لي أنه يتفوق، متفوق أمام الخصم. نقول هذا لأننا نتابع في تحركات أرونا، كما نتابع أيضا تحركات توري من جانب فريق مولودية بيجاي. يلحق على هذه الكرة، ولكن الحكم يقول فيه تقديم الرجل، يقول فيه تقديم الرجل من لاعب توري، ولا فلت من المضايقة. سنشاهد أمام زعلاني، يبدو لي أمام زعلاني، بالفعل أمام زعلاني تقديم الرجل. هنا الحكم بصير يقول فيه تقديم الرجل ويعلن عن خطأ، ولا كان سريع جدا. لو لم يعلن الحاكم عن خطأ فانطلق بسرعة أمام أنظار لافان بهدوءه، المدرب الذي يقال عنه أنه يفوز في الأشواط الثانية. ننتظر الأمور في الشوط الأول، الضغط والدفع، والحكم يقول فيه خطأ، يقول فيه دفع من فهم بوعزة في وسط الميدان أمام لاعب الارتكاز من جانب فريق شباب قسنطينة. فيه بالفعل فيه خطأ حسب الصورة المعادة. شكرا للزملاء التقنيين لمحطة قسنطينة، والمخرج عادل الحمداتي يتنفذ الخطأ بسرعة، يلحق عليها بن شريف، قلب منه زعلاني، يلعبها مع زعلاني، البحث عن الرافق المتحرر، ينتظر المساندة. كرته طويلة إلين مباشرة، إلى كرة إلى التماس، كان ينتظرها بن عيادة لكن ما وصلتوش لهنا، خرج إلى التماس، يتنفذ التماس بسرعة، خطأ في تنفيذ التماس. أحيانا نشعر بأن هناك فيه سرعة، فيه قلق ونوع من الارتباك حتى لدى اللاعبين في أبسط الأمور المهارية، وهذا نتيجة المقابلة وصعوبتها ووضعية الفريق في حد ذاتها التي جعلت اللاعبين يلعبون تحت ضغط كبير جدا. وتضيع مثل هذه الكرات قد تؤثر على تركيز اللاعبين، أصلا اللاعبون غير مركزون لأنهم ضيعوا هذه الكرات، ويزدادوا عدم تركيزهم وتأثرهم النفسي بتضيع مثل هذه الكرات. وهذا جانب من أنصار فريق مولودية بيجاية، لأن مولودية بيجاية نفس الألوان، يعني نعم، الأسود والأخضر، ولهذا فريق مولودية بيجاية اليوم يلعب بالبدلة البيضاء أمام فريق شباب قسنطينة بالبدلة المعتادة. توري تمكن من توزيع الكرة ناحية رفيقه، والضغط على حامل الكرة، ضاعت من ظهار مروان بعد الرقابة من هذا اللاعب، اللاعب حداد. كرة تصل لبولديا بلال العائد إلى محور الدفاع بعد ما غاب عن اللقاء الماضي أمام فريق مولودية وهران، ثم الانطلاقة من فهم بوعزة، الضغط عليه ضاعت منه، تقدم عدد كبير من العناصر المولودية في وسط الميدان كما نشوف، فيه 4-5 لاعبين مع تراجع عناصر شباب قسنطينة لمنطقتهم. قطو يتحصل على مخالفة أو خطأ، يتنفذ بسرعة، يبقى الكرة عند بن شريفة، الكرات الطويلة دائما البحث عن أرونا بالرأس ناحية رفيقه، كان متأخر العمري سيد علي، يحاول الضغط العمري سيد علي أمام مدافع شباب مولودية بيجاية، الضغط وإلى 5 أمتار و50، آخر من لمس الكرة هو العمري سيد علي، ولكن قام بالتغطية كما ينبغي. لا أحوال يقول بأنه لم يلمس الكرة، آخر من لمس الكرة أمام ضباري هو العمري سيد علي. سنشاهد مرة أخرى الكرة، آخر من لمسها هو العمري السيداني وليس ضباري. ضباري عبد الحق اللي شكل ثنائي المحور رفقة بولدياب. كرة طويلة من طوال عثمان،
لحد الآن الوقت يمر 8 دقائق ولا فرصة ولا محاولة من الجانبين، لعب متمركز في وسط الميدان، المحاولة من مولودية بجاية العرضية وسهلة مباشرة للحارس رحماني شمس الدين كما جاءت طويلة في كل مرة. البحث الآن عن هارونا، يتفوق هارونا وفي خطأ، بالفعل في خطأ، في خطأ خارج منطقة العمليات. هارونا تفوق في ارتقاء جيد، تمريرة بالرأس، خلينا نقول تمريرة من هارونا من أرونا، سنشاهد الإعادة. وجعبوط فلت من المضايقة ولكن المدافع تمكن من إيقاف جعبوط. سنشاهد هنا الارتقاء، ضرب الكرة كما ينبغي، تفوق بدنيا، والمدافع الحل الوحيد هو إسقاط الجعبوط. يبدو لي بولدياب هو الذي تدخل، خطأ وخطر في أول كرة ثابتة لشباب قسنطينة على مشارف منطقة العمليات في غياب اليوم بالخير وعبيد، نؤكد ذلك. مجموعة من اللاعبين أمام الكرة، فيها 4 لاعبين من شباب قسنطينة أمام الكرة. هذه الكرة وهذه المخالفة، الكرة الثابتة تخلي لافان يتحرك ويغادر دكة البدلاء ويقترب أكثر من خط التماس لمراقبة هذه الكرة. أين سيضعها اللاعب الذي سيتولى تنفيذ؟ صالحي، اللاعب السابق لفريق مولودية بجاية، فيه عدد كبير من اللاعبين سبق لهم وان تقمصوا ألوان فريق مولودية بجاية. رحماني شمس الدين، اللاعب لمولودية بجاية البديل والمدافع خدير، وأيضا اللاعب صالحي الذي سيتولى التنفيذ بيطو، وأيضا بالقسمي، 5 لاعبين سبق لهم وان تقمصوا ألوان مولودية بجاية، بالقسمي وخدير وخدير على دكة البدلاء. في الوقت الذي يتشكل جدار مجموعة من اللاعبين، تقريبا تشكيل كل اللاعبين، 10 لاعبين يشكلون الجدار، فيه بن عيادة وفيه صالحي، وبعيدة تماما من صالحي، بعيدة تماما عن الإطار. صالحي لم ينفذ الكرة بالدقة المطلوبة وكأنه يريد أن يسجل على فريقه السابق، وهذه هي كرة القدم، اللاعب يدافع عن الألوان الفريق الذي يلعب له. قدم أداء جيد ومع فريق مولودية بجاية لمواسم عديدة، اليوم هو يدافع عن ألوان شباب قسنطينة. كرة طويلة لحسن حظ الحارس الطوال أنها وصلت إلى رفيقه، إلى اللاعب الشاب قنوز ياسين الظهير الأيسر. كرة لرحماني كما جاءت طويلة ناحية صالحي، ضاعت منه صالحي، الحكم يقول بصير لمولودية بجاية، الخطأ لمولودية بجاية الذي يحاول أنه ما يلعبش في منطقته، يعني بعد مرور تقريبا 12 دقيقة هو يلعب في منطقة شباب قسنطينة. كرة طويلة داخل منطقة العمليات، رأسية دهار ما يتمكنش منها، التسديدة تعاود ترجع مرة أخرى لسماحي، الحكم يقول إلى أين؟ إلى شباب قسنطينة. آخر من سدد، اللاعب سماحي هو الذي سدد أمامنا على الصورة، لاعب مولودية بجاية. كرة إلى 5 أمتار و50 لرحماني شمس الدين. نتحدث عن الفرص، نتحدث عن الضغط، لحد الآن لعب متكافي 50-50. نعم، لعب متكافئ بين الفريقين، فريق الشباب يحاول من حين لآخر وفريق مولودية بجاية يلعب في صمت ويحاول هو كذلك عن طريق التواجد المكثف في وسط الميدان والهجوم بكثافة حتى هو أيضا عددية. كرة ناحية ظهار لكن مقطوعة، يسبق الشحرور هو اللي يسبق ظهار، الضغط على ظهار ثم الانطلاقة من صالح ناحية رفيقه العمري سيد علي، ضاعت من العمري سيد علي، الحكم يقول ولا شيء، تبقى لمولودية بجاية الاحتفاظ بالكرة والعودة إلى الوراء وتهدئة اللاعب، التحكم أكثر في الكرة ثم الانطلاق، كرة خاطئة كاد يفتكها لاعب شباب قسنطينة، الانطلاقة لمولودية بجاية فيها خطأ، الحكم يترك مبدأ الأفضلية، الحكم بصيري، تبقى لمولودية بجاية في الرواق ممتازة، لكن ظهر متأخر ولا توري أيضا كان متأخرا، وإلا كانت الفكرة جيدة، التمريرة كانت في الرواق ممتازة، استقبلها دفاع شباب قسنطينة، اللاعب هو كان الأقرب لهذه الكرة، كرة قصيرة بين عناصر شباب قسنطينة، يطو في وسط الميدان، ينطلق يطو، يبحث عن الرفيق المتحرر، ضرب الكرة بن عيادة، هل تصل لبن عيادة؟ والتدخل ممتاز من قنوز، التغطية الدفاعية موجودة، ضاعت من عداد،
ثم يسترجع بوخنشوش، بوخنشوش سليم أيضا من أجل تقديم الإضافة لفريق مولودية بجاي في وسط الميدان، وهو المستقدم من فريق شبيبة القبائل في مرحلة التحويلات الشتوية الانطلاقة في سلسلة من المراوغات من شحرور. المدافع يريد التوغل لكن ضاعت منه بعد تدخل من سماحي، ثم الانطلاقة ومباشرة للحارس شمس الدين الرحماني. بعد مرور 14 دقيقة الملاحظة في اعتقادي أن كل الكرات بالنسبة لفريق مولودية بجاي في الهجوم تنقصها اللمسة والتمريرة الدقيقة. نعم، العمل بناء الهجوم انطلاقا من دفاع الوسط، ولكن في الأخير التمريرة تكون ماهيش مضبوطة. نعم، موجود تنظيم للعب خلفي وحتى في الوسط، ولكن إيصال الكرة في الوقت المناسب وبالدقة المتناهية للاعب المهاجم غير موجودة بالنسبة لفريق مولودية بجاية، عدا النقيض من ذلك فريق شباب قسنطينة كونه يلعب بخمس لاعبين في الخط الخلفي جعل هناك نوع من الفجوة في وسط الميدان، حتى أن شبيب مولودية بجاية هي الأكثر تحكما نوعا ما في وسط الميدان، لأن خمس مدافعين ومهاجمين ثلاث لاعبين في الوسط ما خلقوش الكثافة العددية الكافية مقارنة مع فريق مولودية بجاية. و فريق شباب قسنطينة يريد عن الخطر، ينطلق مباشرة اللاعب بن عياد وكأنه مهاجم يصبح، لأن زعلاني يصبح على الجهة اليمنى يقوم بالتغطية، وها هو زعلاني الآن يصبح وكأنه ظهير أيمن، نفس الشيء على الجهة اليسرى صالحي أين هو الآن، هو في مهاجم وكأنه يصبح الفريق يلعب بثلاث مدافعين بن شريفة زعلاني وشحرور، وينطلق كل من صالحي على اليسرى على الجهة اليسرى وبن عياد على الجهة اليمنى ويصبحون في الحالة الهجومية، وهذا ربما من أجل إعطاء الدفع الهجومي، ولكن يجب التمرس على هذا النظام من أجل التحكم فيه بشكل جيد. في الوقت اللي الحكم يقول فيه خطأ لشباب قسنطينة قريب من زاوية الركنية بعد صراع حول الكرة، الحكم يقول هاو الصراع كان بين حداد والشاب قنوس، كرة لم تتعدى خط الركنية، والحكم كما نساعد إيش عدي الحكم المساعد الأول رفع الراية وأشار إلى خطأ لشباب قسنطينة قريب من زاوية الركنية، وكأنها ركنية في الوضعية هذه بتاع الكرة كأنها ركنية أمامها بن عيادة، بن عيادة الذي أصبح يسجل الكثير من الأهداف، كرته مرفوعة الرأسية تمر أمام الجميع، هل يلحق عليها شحرور، هل يلحق عليها قبل خروجها، والمدافع في المتابعة يتفوق مدافع فريق مولودية بجاية ويتحصل على مخالفة، كرة مرت من أمام الجميع وإلا كانت تشكل خطورة في الوقت اللي فيه أنصار شباب قسنطينة بالمدرجات يحاولون تشجيع فريقهم وهم راضين كل الرضا على مردود فريقهم في المباريات الأخيرة والعودة القوية عادة إلى الواجهة سواء داخليا في البطولة الوطنية أو في رابطة أبطال إفريقيا. والأنصار بعد سماعهم قرار إقصاء الفريق نادي الإسماعيلي المصري من رابطة أبطال إفريقيا فريقهم أصبح قريب جدا من التأهل في المرتبة الأولى، المجموعة الثالثة يحتل المرتبة الأولى الريادة باستنقاط متبوع بكل من تيبي موزامبي والنادي الإفريقي بلا رصيد، يعني صفر من النقاط. حتى المباراة القادمة بين الفريقين سنعود إليها بعد هذه المحاولة من مولودية بجاية وتدخل الدفاع من أجل التغطية وإبعاد الكرة. قلت حتى لو أن تيبي موزامبي وفريق الإفريقي تعادلان مبروك التأهل لشباب قسنطينة مباشرة، ولكن الشباب يبحث عن المرتبة الأولى بطبيعة الحال، ولكن شباب قسنطينة لا يعتمد على الآخر، لا ينتظر خدمة من أحد. نعم، بإمكانياته وقدرته أثبت أنه الأفضل والأقوى في هذه المجموعة لحد الآن، ونتمنى المواصلة بالنسبة لهذا الفريق الذي يمثل الجزائر في هذه المنافسة القارية، ولكنه حظ أوفر لفريق شبيبة الصورة بطبيعة الحال، وكذلك لفريق نصر حسين داي أيضا الذي تأهل عن جدارة واستحقاق إلى دور المجموعات في كأس الكاف، حذر من المغامرة أمام توري القوي وزعلاني هنا يعاتب الرفيق، وحنا نقول في كرة القدم معاتبة الرفيق للرفيق حكمة، لأن حقيقة الرفيق وضعه خلاه في وضعية صعبة حرجة في الوقت اللي خير الدين ماضي يحاول أنه يسير على الأقل الشوط الأول، تبقى لي جعبوط يحاول يسدد الكرة الركنية حاول يسدد، ولكن بولدياب كان في التغطية القائد بولدياب بلال أمام جعبوط، هو أيضا وجد معالمه مع شباب قسنطينة رغم فترة الفراغ التي مر بها
لكنه وجد ضالته في الوقت اللي كنا نشاهد في اللعب ظهار كرة من بن عيادة، كرة ثابتة وركنية مرفوعة في القائم الثاني ورأسية شحرور، المتابعة وخروج موفق للدفاع ثم الانطلاقة من فهم بوعزة، حط كرة ناحية رفيقه تصطدم بالحكم باصيري. الحكم باصيري في هذه اللقطة وكأنه لاعب، وكأنه لاعب وهذه القوانين، وإلا كانت الفكرة جيدة من فهم بوعزة ناحية رفيقه اللي انطلق على الجهة اليمنى، وأيضا توري طلب الكرة على الجهة اليسرى، الانطلاقة بكرة سيئة وغير دقيقة إلا ضربة إلا كرة التماس ولشباب قسنطينة. نقترب من الدقيقة العشرين ولا فرصة، هذه الكرة بعيدة، اللاعب أرونا معزول تماما في وسط دفاع فريق مولودية بجاية. دون شك أن تعليمات المدرب خير الدين مضوي من أجل التضييق على هذا اللاعب اللي عنده بنية قوية وأيضا سرعة، ولكن الجانب البدني الجانب الفني والمهاري سيكون لاحقا من أجل التأقلم. طبعا في أول مباراة صعب جدا، هذه المرة ممتاز، مرة كرة ممتازة ناحية حداد، تبقى لحداد يفضل التوزيعة، وخطأ 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 وهدف الأول، خطأ في المراقبة وإبعاد ضباري، إبعاد سيء للكرة من ضباري على الصورة، يتمكن من مباغة الحارس الطوال عثمان ويوقع الهدف الأول. وفرحة أرونا بالهدف لأن التمريرة جات من أرونا ناحية رفيقه حداد، نتابع ونشاهد ترويج جيد ثم التمريرة ذكية ناحية حداد، حداد فضل التوزيع في هذه اللقطة ناحية رفيقه في القائم الثاني ناحية جعبوط، ولكن تدخل ضباري عبد الحق يباغت حارسه بخطأ فادح من ضباري، يباغت كما نشاهد الحارس طوال عثمان ويوقع الهدف الأول لشباب قسنطينة بعد مرور تقريب 19 دقيقة. النتيجة هي هدف لصفر لشباب قسنطينة أمام مولودية بجاية بهدف وبنيران صادقة. نعم أخطأ وأمامنا اللاعب ضباري عبد الحق، لما نقول ضباري أخطأ كل اللاعبين يخطئون صراحة، حتى غير مقصود لأنه أراد إبعاد الكرة. نعم نية اللاعب هي إبعاد الكرة، واعتقد انه سرعه الكره جعلت اللاعب يسرع في اخراجها وبالتالي اخطا في العمليه. الهجمه كانت مبنيه بالنسبه لفريق شباب قسنطينه، بدايه بترويض جيد للكره من اللاعب ارونا، تحكم كلي في الكره بكل سهوله، اعطاء الكره لحداد، حداد كان ايضا بدون رقابه وهذا خطا بالنسبه للدفاع فريق والوسط الدفاعي لفريق مولوديه بجاية، ترك اللاعب حداد دون رقابه، اللاعب حداد سهل عليه أن يوزع الكرة وبطبيعة الحال كان الهدف. رغم ضيق الزاوية لأن حداد تمكن من توزيع الكرة. نعم يعني جاه لاعب من أجل تضييق عليه الخناق وعدم السماح له بالتوزيع، ولكن وزع وتمكن أنه يوصل الكرة. يعني خير الدين مضوي غير راضي تماما، شيء طبيعي رفقة المساعد مالك زورغان، يعني غير راضي تماما مثل هذه الأخطاء. وأرونا وفرحة أرونا طبعا بالهدف المسجل في أول ظهور له أمام أنصاره. يخلي اللاعب يكون أفضل، كرة مرفوعة تكتل الدفاع هذه المرة من جانب فريق مولودية بجاية، تبقى لشباب قسنطينة في خطأ، في الخطأ تدخل أمام النعاس، نعاس الظهير الأيمن لفريق مولودية بجاية، هدف مباغت تماما. احنا التدخل كان قوي من نعاس في المرة الأولى أمام العمري سيدالي، احنا كان الحكم بإمكانه الإعلان عن خطأ لأن اللاعب نقدر نقول تدخله كان قوي. بن عيادة في إبعاد الكرة مرة أخرى، العمري سيدالي وإلى التماس والمدافع نعاس وفريقه منهزم بهدف لصفر، وقعه اللاعب الضباري عبد الحق ضد مرماه ثم الانطلاقه ضايعه، تبقى لبن شريفه، العمري سيد علي ضاعت منه، تدخل من بن شريفه ثم صالحي، صالحي في تغطيه الكره امام مجموعه من اللاعبين، تصل لتدخلات قويه ممتازه المراوغه ثم الانطلاقه من يطو، يحط كره ناحيه رفيقه جعبوط، كانت ممتازه المراوغه من يطو نسيم
وبن عيادة كرة طويلة حداد أمام المساحة الكافية، التغطية من بولدياب، راح اللاعب بن حداد يبحث عن الركنية، بالفعل كان يبحث عن الركنية وتحصل على الركنية وهي الركنية الثانية لفريق شباب قسنطينة. كان بإمكانه إعطاء الكرة لأرونا، كان وحيدا على الجهة اليسرى، ولكن حاول أن يكمل العملية من أجل ربما السماح لمهاجم آخر بالصعود، ولكن تمكن أن يجيبها الركنية في نهاية المطاف. وركنية وبن عيادة مرفوعة، هارونا للحارس يتفوق، طوال يتفوق لإبعاد الكرة ناحية توري ما يلحقش عليها، عادت الكرة لحداد ناحية بن عيادة أمام المساحة الكافية، تمريرات دقيقة ممتازة ناحية رفيقه المراوغة من يطو، لم يمرش يطو، وإلا كانت الفكرة جيدة، فكرة المراوغة أمام بولدياب من لاعب يطو نسيم المستخدم في مرحلة التحويلات الشتوية، يقدم الإضافة اللازمة لشباب قسنطينة. استخدامات كلها كانت مدروسة من جانب فريق شباب قسنطينة، الفنية جمالية كرة القدم من يطو الذي أراد المراوغة، ولكن من الكرة تعدت خط 5 أمتار و50 في الوقت اللي ننتظر متى يأتي أول تهديد، متى نشاهد أول هجمة حقيقية وأول محاولة سانحة لفريق مولودية بجاية. ظهار متأخر في هذه الكرة وزعلاني يوصلها للحارس الرحماني، من حسن حظه أن الصالحي يسترجع، ضغط عليها من اللاعب توري، ثم الانطلاقة من بن شريفة، تمريرات طويلة، البحث في هذه المرة عن اللاعب أرونا، الحكم يقول لشباب قسنطينة فيه كرة ثانية فوق أرضية الميدان، بالفعل الحكم محق لأن فيه كرة ثانية ولأرونا وكأنه غير محظوظ لأنه انطلق والكرة وصلته، لكن الحكم أوقف اللاعب لأن فيه كرة ثانية، بالفعل كرة ثانية لم تخرج بعد من أرضية الميدان. احنا اللاعبين نوعا ما منقوش بعصبية ولكن فيه تشنج نوعا ما، خاصة عناصر فريق مولودية بجاية المنهزمين بعد مرور 25 دقيقة من المرحلة الأولى بهدف لصفر أمام شباب قسنطينة. كرة في منطقة شباب قسنطينة، دائما العودة إلى الخلف وكأن عناصر شباب قسنطينة لا يريدون تضييع الكرة وأيضا إخراج عناصر المولودية من منطقتهم. بالضبط، يعني حاول فريق لاعبو شباب قسنطينة الاحتفاظ بالكرة، لأن يعني الكرة لما تكون عندك معناها راك دون خطر عليك، وبالتالي في نفس الوقت جلب الفريق المنافس اللاعبين نتاعو لفتح فغارات خلفية. أرونا ممتاز، التمريرة هذه من أرونا ناحية رفيقه، تبقى المراوغة من حداد، البحث عن الرفيق المتحرك، انتظر كثيرا يوجد أمام رفيقه صالحي، وزعها صالحي، اصطدمت بالمدافع وعدت لصالحي، نفذ التماس إلى الوراء ناحية شحرور، شحرور لصالحي، صالحي إلى أين؟ لبن شريفة، ثم تغيير تماما ناحية بن عيادة، في كل مرة يلقى نفسه دون رقابة، تعود ترجع لحداد يرفعها في القائم الثاني والتدخل من الدفاع، تعود ترجع لكن ضايعة هذه المرة، سهلة لدفاع فريق مولودية بجاية، ثم الانطلاقة من ظهر محاصر بلاعبين بزعلاني وأيضا يطو، الحكم يقول في خطأ لظهر في وسط الميدان، بوخنشوش يترك ينفذ الخطأ بسرعة، هذه المرة ناحية رفيقه يوصلها لسماحي، تعود ترجع له مرة أخرى في وسط الميدان، بوخنشوش قريب منه فهم بوعزة، تعود ترجع لبوخنشوش مرة أخرى، ما عندوش حلول كثيرة، من سيقدم له المساندة والحلول؟ يحافظ على كرتو، قريب منه فهم بوعزة، يغيرها إلى أين؟ وبيبعدها من بن شريفة، توري تمريرة توسية، رفيقه في استرجاعها، المدافع نعاس، عناصر فريق الشباب قسنطينة غالقين كل المنافذ، انتشار جيد في منطقتهم، ثم الاعتماد على الكرات الطويلة ناحية أرونا اللي يحاول يضغط هذه المرة أمام المدافع، كرته طويلة مقطوعة، استرجعها فريق مولودية بجاية مرة أخرى، ثم تسديدة من بعيد إلى 5 أمتار و50، تسديد من بعيد ولا 5 أمتار و50، بناء العمل الهجومي ممتاز من جانب فريق مولودية بجاية، تبقى فقط اللمسة الأخيرة. واللمسة الأخيرة صعب إيجادها باعتبار أنه هناك 6 لاعبين في بعض الأحيان لفريق شباب قسنطينة في المنطقة الخلفية، وهو ما لم يسمح للاعبي مولودية بجاية بالدخول في عمق هذا الدفاع، وبالتالي هي محاورات ولم يجد الفريق إلا في نهاية الأمر القذف من بعيد، وكانت خاطئة بالنسبة لفريق مولودية بجاية. شاهدنا بن شريفة الآن
تحول إلى الجهة اليسرى ثم إلى الوسط الهجومي مباشرة. يعني هناك تحركات للاعبي شباب قسنطينة بتشكيلات مختلفة. بن شريف الآن أصبح يلعب في الوسط الدفاعي وهو يحمل الكرة، وهو الآن في منصب غير المنصب الذي بدأ به في محور الدفاع، أصبح يلعب يعني متقدم. وتوري استرجع هذه الكرة، يوزع ناحية رفيق وما فيش وضع التسلل، هل يلحق عليها الصالحي؟ يقوم بالتغطية الممتازة من صالحي عفوا أمام فهم بوعزة، خبرته وتجربته فهم بوعزة اسمها ثقيلة فوق أرضية الميدان بالنسبة لفريق مولودية بيجاية، ولكن يبقى البحث عن الديكريك الغايب تماما، يمر بفترة فراغ رهيبة. نتمنى الخروج منها يعني في أقرب وقت. فريق مولودية بيجاية فريق له إمكانياته وله إدارة منظمة وله هيكل جيد، يعني نتمنى أن الفريق يجد الضالة نتاعه ويجد المسار إلى النتائج الإيجابية من أجل المحافظة على المكانة نتاعه في القسم الرابطة المحترفة الأولى. والأمور تزداد صعوبة إذا كان تعثر الفريق اليوم. الفريق لم يفز منذ بداية مرحلة الإياب، ثلاث مباريات طبعا لم يفز الفريق، تعادل في مباراة وانهزم في مباراتين، والهزيمة ربما الأخيرة فوق ميدانه أمام مولودية وهران، الهزيمة التي أفاضت الكأس وخلات بعض الأمور الإدارية، حتى أن فيه استقالة المناجر العام للفريق وأمور كثيرة، محاولة ترميم الأمور من جانب إدارة فريق مولودية بيجاية قبل فوات الأوان مهم جدا، لأن الآن نحن مع بداية العد العكسي لمرحلة الإياب، المباريات تتوالى والأسابيع تتوالى، والنتائج الإيجابية ما زالت بعيدة عن فريق مولودية بيجاية عكس شباب قسنطينة. إذا فاز اليوم سيكون الفوز السادس له بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، كرة مرتدة ضائعة تبقى لفريق مولودية بيجاية، وخطأ الحكم لا يترك اللعب يتواصل، ثم طويلة من قنوز اللاعب الشاب أرونا، كرته مرفوعة يتمكنش منها جعبوط، الحكم يقول خطأ للمولودية بيجاية. تباطؤ أحيانا في تمرير الكرة، أحيانا لا الفريق بحاجة إلى سرعة في التنفيذ حتى ما يتركش المجال لعناصر شباب قسنطينة للعودة والتموقع في منطقته. كرة في وسط الميدان، بوخنشوش سليم كرته الجهة اليمنى وين موجود نعاس في سلسلة من المراوغات أمام مجموعة من اللاعبين، صعب المرور أمام ثلاث لاعبين ويرتكب الخطأ، والحكم المساعد الثاني عمري يعلن الخطأ، هل سيوجه له الحكم بصيري بطاقة صفراء؟ احتج بقوة أمام الحكم المساعد في هذه اللقطة، من حسن حظه أنه أندره شفويين فقط، احتج بطريقة طبعا كان غير راضي على قرار الحكم، ولكن حذاري من البطاقات. أنصار شباب قسنطينة يراقبون أداء فريقهم وكأنهم مطمئنين، أحيانا في المباريات أو في فترة من الفترات أنصار شباب قسنطينة يأتون وهم متخوفين، يبدو لي اليوم أنهم مطمئنين في الوقت اللي في محاولة وكرة ولكن بعيدة تماما. النتائج الإيجابية المتتالية لفريق شباب قسنطينة جعلت الأنصار أكثر ثقة وأكثر اطمئنان ويطمحون إلى ما هو أفضل بطبيعة الحال، لأن الفريق بإمكانه تقديم الإضافة وتقديم الأفضل، خاصة وأنه منذ مجيء المدرب لابان اللي راه موجود أمامنا الفريق أصبح أكثر رزانة واللاعبين أكثر ثقة في النفس وأكثر تحكم. وبن عيادة في توزيعته وعودة موفقة بوخنشوش قريب منه رفيق بول دياب، محاولة الضغط عليه ثم المدافع الشاب قنوز كرته طويلة ما يلحقش عليها توري، وإلى التماس ولزعلاني في الوقت اللي خير الدين ماضوي يبقى يقدم التوجيهات ويحاول تصحيح الأمور فوق أرضية الميدان. خير الدين ماضوي المدرب الذي حقق نتائج باهرة خاصة مع فريق فاق سليف على جميع الأصعد،
كرة لأرونا شعبوط، هي كرة سددها وبعيدة تماما، الفكرة كانت جيدة ولكن تسديدة لم تكن في مستوى ترويض الكرة. هو حاول التغيير لأنه لحد الآن ما شفناهش تمريرات قذفات يعني أو تسديدات من لاعبي فريق شرق قسنطينة، فمحاولة للتنويع بدل العرضيات المتتالية، هذه محاولة للتسديد نحو المرمى ولكن لم يهيئ الكرة كما يجب وبالتالي كانت تسديدة خاطئة. الحكم يقول في خطأ لشباب قسنطينة. الوقت يمر ما بقاش الكثير بالنسبة للمرحلة الأولى، النتيجة هدف لصفر لشباب قسنطينة. نذكر وقعه اللاعب ضباري ضد مرمى شحرور قريب منه صالح، مضطر للعودة إلى الوراء، في كرات كثيرة من جانب شباب قسنطينة اللي تلعب إلى الخلف، ضاعت منه شباب قسنطينة. بوخيشوش يقوم بدور جيد في وسط الميدان، تمريرة إلى أين، تدخل من مدافع بقوة، تبقى لشباب قسنطينة. بن شريفة وحاول الضغط على صالحي، دائما عنده الكرة، هل تفتك منه؟ الحكم يقول لمولودية بيجح في مساحة ضيقة في عدد كبير من اللاعبين، اللاعب ما يلقاش الحلول، ما يلقاش الرفيق اللي يقدم له الحل. استرجع أرونا ثم الانطلاقة، صعب المرور، التغطية الجيدة كانت ممتازة، التغطية كانت ممتازة، تبقى لشباب قسنطينة. الضغط على يطو، وبن شريفة مضطر للعودة إلى الوراء، صالحي أيضا، وشحرور يبحث عن المراوغة، ضاعت منه، استرجعها لبوخشيش، وزع كرته لكن تسرع نوعا ما ناحية فهم بوعزة، كرة طويلة، شعبوط في وسط الميدان لوحده، محاولة الضغط عليه من والي، ثم شحرور، إشراك الحارس الرحماني في اللعب، كرة طويلة، كرة الرحماني وإلى التماس بعيدة تماما تماما. تبقى لمولودية بيجاية، قنوز، ياسين، والي، ضاعت منه، افتكها جعبوط وانطلق، طلب الكرة اللاعب أرونا، جعبوط يواصل يحافظ على كرته، دخل داخل منطقة العملية، توزع كرته وتدخل الدفاع في الأخير من ضباري عبد الحق، إبعادها إلى الركنية، دخل لإبعاد هذه الكرة إلى الركنية، وهي الركنية الثالثة لشباب قسنطينة في الوقت اللي فيه لاعب من مولودية بيجاية وقع على أرضية الميدان يشكو من إصابة. مرتدات شباب قسنطينة سريعة جدا، ونشعر أحيانا حتى في المرتدات نشعر بأن هناك فراغات، هناك تعرية دفاعية. نشوف كما نشاهد هنا جعبوط جرب الكرة مسافة طويلة ولا أحد كان أمامه، ثم تدخل الدفاع في الأخير، يبدو لي سماحي خليل هو اللي وقع على أرضية الميدان في الوقت اللي اللاعب بيسان، اللاعب الإفريقي الثاني في تشكيلة فريق مولودية بيجاية، اللاعب المهاجم البنيني بيسان، يحضر في نفسه يقوم بعملية الإحماء، دون شك سيكون البديل القادم في تشكيلة فريق مولودية بيجاية مع بداية الشوط الثاني. ركنية وبن عيادة، بن عيادة وركنية، هي الثالثة، مرفوعة رأسية من المدافع، إلى أين المدافع؟ أخرجها المدافع من على خط المرمى، ثاني أخطر فرصة لشباب قسنطينة، ثم الانطلاقة من مولودية بيجاية. الحكم يقول في خطأ، الحكم يقول في خطأ لفهم بوعزة، خطأ وفرصة لشباب قسنطينة، المدافع أبعد الكرة من على خط المرمى، وإلا كانت فرصة إضافة الهدف الثاني لشباب قسنطينة. نعم الشباب أكثر جدية أمام المرمى ووجود بعض السهولة أمام الخط الخلفي لفريق مولودية بيجاية بدليل وصوله في عدة مرات إلى هذه المنطقة.
يبدو لي ربما يوصل المنطقة، ولكن هذه هي الأخطر يعني ما شاهدناش كثير الآن وصول، ولكن هذه هي الفرصة الحقيقية الأخطر اللي كان بإمكان الفريق أن يسجل من خلالها الهدف الثاني. الوصول يعني كان عند عدة لاعبين على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى في شاكلة بعض العرضيات، وإن لم تكن صائبة في بعض الأحيان في حالة الركنيات، ثلاث ركنيات، هذا وصول الفريق إلى منطقة الفريق. هذه عرضية مثلا ولكنها خاطئة، إذن هناك وصول للاعبي فريق شرق قسنطينة ولكن ليس بالدقة اللازمة. هنشوف هنا اللقطة وإبعاد الكرة من على خط المرمى، حتى أن يعني التدخلات تاع الحارسين اللي حد الآن ما شاهدناش يعني ولا حارس قام بعمل كبير خلال الدقائق التي مرت. بيسان تغيير اضطراري، إذن التغيير من سيغادر بالنسبة للاعب سماحي. سماحي اللي خرج مصابا، وبيسان مهاجم من البنين، بنيني بيسان سيكون رفقة توري، ربما ستكون أكثر خطورة مولودية بجاية مع دخول هذا اللاعب. وعرف في منطقة المولودية أو في منطقة شباب قسنطينة مقطوعة، مقطوعة هذه الكرة، تبقى لمولودية بجاية، ولكن لحد الآن نشعر أن اللاعبين يتحكموا في الكرة فنيا وبدنيا، ولكن التمريرات الأخيرة هاي مقطوعة، كانت في الرواق الفكرة جيدة، ولكن لاعب شباب قسنطينة كان هو الأقرب إلى الكرة في الوقت اللي باصيري يعلن عن خطأ للاعب جعبوط. تحركات عناصر شباب قسنطينة سريعة جدا، سلامات إن شاء الله لسماحي خليل، يتلقى في الإسعافات. أقل من أربع دقائق لنهاية المرحلة الأولى، شباب قسنطينة متفوق في النتيجة بهدف لصفر. شحرور يبحث عن رفيق المتحرر، ضغط على اللاعب جعبوط في وسط الميدان، للحد من تحركاته، يتحرك كثيرا على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى. تدخل هنا من بوخنشوش سليم، يتنفذ الخطأ بسرعة من جنب شباب قسنطينة، ثم الانطلاقة صوب الهجوم. ممتازة الفكرة هذه، والتمريرة من أرونا ممتازة داخل منطقة العمليات. ماذا يقول الحكم؟ يقول ما يقول ولا شيء، تبقى لشباب قسنطينة. في الأخير الحكم يقول في خطأ لدفاع مولودية بجاية. جعبوط هو الذي أراد التوغل بقوة، دخول بقوة داخل منطقة العمليات. التمريرة كانت جيدة، أنا أراد المراوغة أمام بول دياب ولكن لم يلمسه ولا لعب، سقط لوحده، سقط. ولكن التمريرة قبل انطلاق اللاعب جعبوط، تمريرة أرونا كانت بطريقة فنية رائعة، من جماليات كرة القدم التمريرة، وليست هي الأولى يعني بطبيعة الحال، وكأنه لديه يريد لمسة خاصة ولديه مهارات حركية يعني في المستوى وناجحة في أغلب الأحيان. ننتظر قادم المباريات حتى يتأقلم أكثر. تبقى في وسط الميدان، تدخل قوي، تدخلات قوية، بيسان توصل الكرة، تعود ترجع مرة أخرى لوالي يعني لحق عليها بوخنشوش، حذاري من الاحتكاك، ثم الانطلاقة، تعود ترجع لبوخنشوش مرة أخرى، دفاع بدني كبير في اللحظات هذه من أجل الاستحواذ على الكرة، ثم الانطلاقة من توري، تعود ترجع لتوري مرة أخرى، يوزع كرة توري ناحية رفيق بيسان ما يلحقش عليها، ثم الانطلاقة من صالحي على الجهة اليسرى لشباب قسنطينة. صالحي يبحث عن المراوغة، يفضل التمريرة، تمريرة سيئة، والخطأ يرتكب على لاعب فريق مولودية بجاية، والحكم بصير يقول في خطأ، الخطأ يرتكب على الدباري، هو الذي تلقى هذه الضربة، يتنفذ الخطأ ناحية فهم بوعزة، ثم العودة إلى الوراء، بول دياب قريب من نوال لكن يفضل يلعبها مع رفيقه، يفضل يلعبها مع دباري، كورته طويلة، توري برأسية ممتازة، توري لكن متأخر،
رفيقه كان متأخر بيسان، وإلا كانت الفكرة جيدة، والكرة إلى الركنية وهي أول ركنية لفريق مولودية بجاية في اللحظات الأخيرة. كان وراها هذا اللاعب البنيني بيسان، اللاعب البديل الذي دخل منذ حين مكان السماحي الذي خرج مصابا. أنصار مولودية بجاية يحدهم الأمل في تعديل النتيجة من هذه الركنية، لكن مقطوعة من دفاع فريق شباب قسنطينة، ضاعت على لاعب شباب قسنطينة. تمريراتية مرة أخرى، تمريراتية، تضييع الكرة ثم الانطلاقة من جانب عناصر شباب قسنطينة. هذه المرة سريعة يلحق عليها اللاعب قبل خروجها، يروضها العمري سيد علي، ينطلق العمري، حط كرة ممتازة وإلى الركنية. لمسة أحد المدافعين وخرجت إلى الركنية، الركنية الرابعة لفريق شباب قسنطينة. التدخل كان موفق من اللاعب المدافع مولودية بجاية لإبعاد الكرة الركنية، ستكون ربما الأخيرة. الوقت الرسمي ننتظر كم سيضيف الحكم باصيري من وقت بدل ضائع للمرحلة الأولى من لقاء شباب قسنطينة مولودية بجاية، والشباب متفوق بهدف لصفر. الركنية يتولى بن عيادة تنفيذ كل الكرات الثابتة. بن عيادة أين سيضعها؟ في منطقة الجزاء. بوخنشوش هو الأقرب لإبعادها بالرأس، تعاود ترجع لشحرور، يغير تمام من ناحية رفيقه، توصل لحداد، راح يرفع آخر في الجدار، مرفوعة ناحية بن يطو ولكن مقطوعة. تدخل الدفاع، دقيقتان إضافيتان احتسبهما الحكم باصيري كوقت بدل ضائع للمرحلة الأولى. بن عيادة هل سيسدد؟ يفضل توزيع، كانت فكرة جيدة وذكية، ولكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة من جانب اللاعب طهار، هو الذي أبعدها إلى التماس ولفريق شباب قسنطينة. وبن عيادة كورتو داخل منطقة العمليات من رمي التماس، تبقى لشباب قسنطينة، تدخل قوي، الحكم يترك اللعب يتواصل، داعت على جعبوط، وتدخل الدفاع، تكتل الدفاع ثم الانطلاقة من جانب فريق مولودية بجاية. كرة سريعة، الانطلاقة ولكن التماس، اللاعب لم ينطلق كما ينبغي. اللاعب أو المدافع نعاس هو الذي انطلق، ولكن تدخل التغطية كانت موجودة. النوز وكورتو إلى أين؟ لرفيقه ولي، طويلة ناحية ظهار، يروض كورتو كما ينبغي، قريب منه رفيقه صالحي، يبحث عن المراوغة. لاعب ظهار أمام لاعبين، هل يتمكن من المرور؟ يغطي كورتو، يحافظ عليها، وتدخل قوي من الدفاع لإبعادها إلى التماس في الوقت اللي أرونا يشكو من إصابة دون نقص المنافسة للعب. نفس المنافسة وغير مستعد 100% بدنيا، الناحية البدنية لا، هو تدخل قوي، تدخل هنا من أجل أنه يحاول أنه يمنع اللاعب من التقدم، وكأنه زورق في هذه اللقطة. يعني من حسن حظ اللاعب نعاس أنه ما لمسوش أرونا، وإلا كانت صعبة مثل هذه التدخلات. هي فرصة لاسترجاع الأنفاس للاعب بعد الجهد البدني اللي بذله خلال اللحظات الأخيرة. تبقى لمولودية بجاية كرة في وسط الميدان لوالي، مضطر للعودة إلى الوراء وين موجود دباري، وصلها للقائد بولدياب، يرفع توري برأسية، بيسان متأخر، شحرور ضاعت منه، ولكن رفيقه في التغطية. التغطية هنا في كل مرة تكون التغطية موجودة. الحكم يقول خطأ لشباب قسنطينة. أقل من دقيقة لنهاية المرحلة الأولى أو الوقت البدل الدائم المرحلة الأولى. الحكم يعلن عن نهاية المرحلة الأولى. الحكم باصيري أمامنا يعلن عن نهاية المرحلة الأولى بتفوق شباب قسنطينة بهدف لصفر. الهدف وقعه اللاعب الضباري ضد مرماه. الشوط الأول بين الفريقين انتهى متعادلا 0-0. والحارس الرحماني الشوط الأول لمشاهده كثير، الشوط الثاني ربما سيكون له عمل. ننتظر رد فريق مولودية بجاية، ولكن أيضا ننتظر رد هارونا وزملائه في الشوط الثاني من أجل الحفاظ على النتيجة المسجلة وتدعيمها. وينطلق الشوط الثاني في هذه اللحظة لشباب قسنطينة. كرة لبن شريفة في أول كرة، في أول صراع يتفوق اللاعب طهار، لكن عودة موفقة ليطو. يطو نسيم في استرجاع الكثير من الكرات في وسط الميدان،
ناحية أرونا، ينتظر، ينطلق أرونا، ينتظر، يحافظ على كورته، يحط كرة ممتازة ممتازة ناحية رفيقه داخل منطقة العمليات، وتدخل الدفاع. الفكرة كانت جيدة، والتمريرة والتوغل، قوة التوغل، قوة المرور من اللاعب أرونا، وتمريرة في العمق في محور دفاع فريق مولودية بجاية ناحية رفيقه، لكن التغطية الدفاعية كانت جيدة. ثلاث حركات قام بها اللاعب أرونا، الأولى الاندفاع البدني والتحكم في الكرة رغم المضايقة، والثانية التفكير الخططي، حسن التصرف بإعطاء الكرة إلى زميله، والثالثة الدقة المتناهية أثناء عملية التمرير. في الوقت تبقى الكرة إلى أو تخرج إلى 5 أمتار و50، الحكم بصير يقول كرة لمولودية بجاية، الدفع والخطأ من أرونا أمام دباري عبد الحق. هاي اللقطة والتمريرة ناحية جعبوط، حتى بن شريفة هنا نشوفه في وضعية مهاجم أصبح هنا. نعم، بن شريفة الآن أصبح يلعب متقدم وسط هجومي، يلعب إلى جانب إلى أمام اللاعب صالحي، المدافع الصالحي، وبالتالي أصبح في منصب جديد يعتبر بالنسبة له. وكرة كانت ممتازة من اللاعب توري، لاعب مولودية بجاية، في سلسلة من المراوغات والتمريرات، لكن كورتو لم يلحق عليها اللاعب قنوز ياسين أمامنا على الصورة، اللاعب الشاب الذي يقحم اليوم كظهير أيسر، ويبقى الإشكال بالنسبة دائما للمدرب خير الدين مضوي هو الدفاع، هشاش الدفاع فريق مولودية بجاية، يتلقى الهدف 29، كرة عرضية من بن شريفة تصطدم بالدفاع، قلت يتلقى الهدف 29 منذ بداية البطولة، هشاشة كبيرة وتلقى الكثير من الأهداف. في الوقت اللي الهجوم سجل 17 هدف، ونفس العدد الذي سجله هجوم شباب قسنطينة، والحكم يقول كرة لشباب قسنطينة وللعب أرونا. على مرتين تدخل المدافع دافع مولودية بجاية أمام حداد في المرة الأولى، وفي المرة الثانية أمام أرونا، وبن عيادة يصعد للهجوم، سجل الكثير من الأهداف في الفترة الأخيرة مع فريقه، آخر هدف كان أمام فريق رويسات، الهدف الثاني الذي سمح للشباب قسنطينة من التأهل إلى الدور الربع النهائي، في حين بدلاء شباب قسنطينة يقومون بعملية الإحماء بقيادة اللاعب باهمبولا، اللاعب برازافيل، كونغو برازافيل، نعم، أول ظهور له كان في منافسة الكأس أمام فريق بلدية رويسات، ولكن أداؤه لم يكن مقبولا في الوقت اللي فيه كرة مرفوعة رأسية لكن بعيدة، لم تكن في الإطار، رأسية بن شريفة مباشرة إلى التماس، رمي التماس لمولودية بجاية، قلت باهمبولا أول ظهور له كان في منافسة الكأس الأسبوع الماضي، دائما يصعب الحكم على اللاعب في أول ظهور، الكثير من الأمور تتغير، المحيط، المناخ، أشياء كثيرة، أسلوب لعب، الاندماج، الزملاء، نعم، ليس نفس الذهنية ونفس التفكير ونفس، وبالتالي ربما يجد نوعا من الصعوبة، حتى ربما اللقطة الإيجابية التي شاهدناها لما تسجل هدف شباب قسنطينة أن كل لاعبين توجهوا إلى أرونا، نعم، تشجيعا له، هذا عمل اللي يخليه يندمج، ثقة يعني أكثر، نعم، واندماجية أكثر مع المجموعة، ويتحصل على خطأ في تنفيذ اللاعب صالح الظهير الأيسر لشباب قسنطينة، هل يستثمر شباب قسنطينة في الكرات الثابتة؟ هو الذي تحصل على 4 ركنيات في الشوط الأول، الكرة الثابتة مرفوعة من صالح داخل منطقة عملية المتابعة إلى 5 أمتار و50، الحكم يقول لا ركنية، يقول ركنية، كنت أعتقد أن لاعب شباب قسنطينة ضرب الكرة إلى 5 أمتار و50، لكن الحكم أشار إلى ركنية، صعود جيد والكرة لمست مدافع شباب قسنطينة لاعب مولودية بجاية زعلاني، هو الذي جاء من الخلف، ارتقاء جيد، ضرب الكرة واللاعب ما زال واقع على أرضية الميدان، لا ينهض اللاعب النوز في الوقت اللي توري
يقول للحكم ان لاعب شباب قسنطينه يستعمل المرفق للارتكاز. وركنيه الخامسه والاولى في الشوطين الاول مرفوعه والحارس بصعوبه الى الركنيه، تدخل طوال وبصعوبه لابعاد هذه الكره المنفذه بدقه متناهيه من بن عياده في الزاويه المحصوره بين القائم والعارضه الافقيه، ولكن طوال كان في المتابعه في القائم الاول وابعدها الى الركنيه. تتوالى الركنيات وتتعدد، هذه المره قصيره تعاود ترجع لبن عياده يرفعها داخل منطقه العمليات، ابعاد سيت تعاود ترجع لشباب قسنطينه، كره طويله تماما دون تركيز هذه المره من العمري سيد علي، كان في وضعيه جيده ولكن كرته بعيده تماما وكانه سدد بقوه في الوقت اللي كان بامكانه تمريرها ورفعها في القائم الثاني، لكن الكره مشات مباشره الى او خطا يقول الحكم لا 5 أمتار و50. اذن سنشاهد الاعاده مره اخرى والتدخل الموفق من الحارس طوال في الركنيه الخامسه، ثم كره طويله من طوال، اول خطر واول فرصه لشباب قسنطينه في الشوط الثاني. هذا فريق شباب قسنطينه يريد المواصله حملاته الهجوميه لانه يدرك جيدا انه هدف مقابل صفر هي نتيجه مفخخه وبالتالي يجب مضاعفتها حتى يكون في منأى عن هجمات فريق مولوديه بجايه وما يمكن ان يكون في الشوط الثاني. المباراه ككل مفخخه وليس الهدف النتيجه فقط، ان مثل هذه الكرات المفخخه لان فريق مولوديه بجايه وضعيه المنافس يعني وضعيه منافس شباب قسنطينه اليوم تحتم عليه تحقيق نتيجة إيجابية، حتى أن المدرب خير الدين مضوي قبل التنقل إلى قسنطينة قال الهزيمة ممنوعة يعني فما بالك بالتعادل، لأن الفريق يدخل في دوامة حسابات البقاء خاصة وهو مثقل بنتيجة سلبية فوق ميدانه وبأي نتيجة ثلاثية كاملة من فريق مولودية وهران، هذا يعني أن الفريق في حالة سيئة فعلا بين من ناحية نفسية للاعبين ومن على الجمهور أيضا مع المحبين مع المحيط ككل، الفريق يصبح عليه ضغط رهيب وبالتالي هو بحاجة إلى الخروج من هذه البوتقة مما بنتيجة إيجابية يمكن أن يمحي بها أثار سلبيات الماضية. وخير الدين مضوي يطالب بأكثر حركية وأكثر تحرك في الهجوم من جانب أكثر السرعة، الفريق تنقصه فريق مولودية بجاية تنقصه السرعة أو القوة المميزة بالسرعة في المنطقة الأمامية، هذا ما صعب من مهمة لاعبيه ولم يعطي الحلول لا فرديا ولا جماعيا. والهدف المسجل هو من المدافع الضباري، يعني لو نشوف يعني المسجل الهدف نقول ان فريق مولودية بجاية رغم ان اداء الهجومي ضعيف ولكن في منطقته ما ارتكبش اخطاء كثيره. ما ارتكبش اخطاء لانه لحد الان هجوم فريق شباب قسنطينه ليس بالكثافه العدديه الكافيه، الفريق متعود تقريبا بثلاث مهاجمين في اغلب الاحيان، هو الان يلعب بمهاجمين اثنين فقط وبلاعبين ينطلقون من الخلف، ولكن هذا التناسق الجديد في هذا النظام الجديد لم يتم استيعابه بشكل جيد واللاعبون بعيدين نوعا ما عن بعضهم البعض وعليه ففكث كثير من الأحيان أرونا نجده معزول وأحيانا شحرور إلى جانبه في أكثر أو في أغلب الأحيان. إلى جانب التغيير الاضطراري من جانب فريق مولودية بجاية بخروج لاعب الارتكاز السماحي قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، المتاعب وكأن متاعب فريق مولودية بجاية لا تأتي فرادى، وقائد الفريق بن شريفة في الوقت اللي تهدئة اللعب تنفيذ الخطأ من شحرور، وكأننا نشعر أن شباب قسنطينة يريد تسيير الشوط الثاني. نعم نعم يحاول تسيير المقابلة وعدم المغامرة وفي نفس الوقت جلب فريق مولودية بجاية لترك مساحات دون أن يتسرع، ولكن هذا الشيء ربما يعود بالفائدة وربما في نفس الوقت ما يسمحش للاعبين بتسجيل وإضاعة مضاعفة النتيجة والخطأ ربما يكون، وبالتالي فريق شباب قسنطينة يمكن أن يكون مهدد بتعديل النتيجة من طرف فريق مولودية بجاية اللي لحد الآن لم يظهر النية والصراحة في
حملاته الهجومية. بعد المحاولات تبقى في وسط الميدان من دهار، تعاود ترجع له الكرة، بالفعل دهار رفيق طلب الكرة، الظهير الأيمن نعاس وصلت الكرة أكثر نشاط مقارنة مع الجهة اليسرى، نؤكد على ذلك بالنسبة لهذا اللاعب، ولو أن ربما الظهير الأيسر يفتقد للخبرة، يعني خبرة مثل هذه المواعيد ورغم ذلك فيقوم بعمله كما ينبغي، حتى أن الهدف لم يسجل على الجهة التي يوجد عليها الظهير الأيسر، لأن من الصعب جدا أن تفتك مكانة أساسية في تشكيل فريق مولودية بجاية. بن شريف يدور بالكرة، لك هذه خاصة انطلق رفيق صالحي في سلسلة من المراوغات، تبقى لفريق مولودية بجاية عن طريق والي، طاعت منه رفيق في التغطية ثم الانطلاقة، تبقى لشباب قسنطينة من زعلاني، ويتحصل على الكرة إلى 5 أمتار و50 أو التماس. لاعب زعلاني بن مدينة قانما يتألق منذ الموسم الماضي مع شباب قسنطينة، أصبح قطعة أساسية في محور الدفاع رفقة شحرور، شحرور إسلام وبن عيادة، هو أيضا أظهر إمكانيات كبيرة في الفترة الأخيرة، أرونا قوي بدنيا، لكن الحكم لم يعلن عن خطأ أمام قوة هذا اللاعب. ثم كرة لمولودية بجاية، محاولات الهجومية تبقى محتشمة من جانب فريق مولودية بجاية، بن عيادة بذكاء لكن كورتو التماس، كان يبحث على أنه يضرب الكرة في لعب مولودية بجاية ويتحصل على 5 أمتار و50، ضيع هذه الكرة لكن للحظات فقط، استرجع فريق مولودية بجاية، تمريرات سيئة وخاطئة، الضغط على حامل الكرة ثم الانطلاق، صعب المرور أمام مجموعة من اللاعبين، البحث عن أرونا في هذه الكرة، أرونا لوحده معزول في دفاع فريق مولودية بجاية. الآن شباب قسنطينة رجع لمنطقته بعدد كبير من اللاعبين، ولكن أرونا لوحده من صعب جدا التحرك وسط دفاع فريق مولودية بجاية، وخاصة في الكرات العالية، ماذا يفعل بكرة عالية هكذا تأتيه يعني وهو بعيد كل البعد عن زملائه، ولأنه يبدو لي أن اللاعب قادر على تغيير النتيجة، لما نقول النتيجة يعني إضافة هدف آخر في الوقت اللي فيه محاولة من صالحي ممتازة، البحث عن العرضية يوزعها وبعيدة تماما، قام بالمراوغة كما ينبغي، لكن التمريرة دائما اللاعب اللاعب وضع نفسه في إشكال هنا. شوف اللاعب الآن بإمكانه هنا، الكرة جاهزة الآن، لم يوزع عندما كان، نعم هو يلعب بالرجل اليسرى هذا شيء أكيد، ولكن اللاعب يجب أن يكون متمكن أيضا بالرجل اليمنى، هنا كانت لديه المساحة والمجال واسع للتوزيع، إلا أنه أعاد الكرة إلى الجهة اليسرى فأصبحت الزاوية مغلقة. وبن طيبة كان على الصورة البديل الثاني في تشكيل فريق مولودية بجاية، سيدخل عند توقف اللاعب صالح مطلي العودة للوراء ناحية شحرور، أرونا والدفع بالفعل فيه خطأ وخروج فهم بوعزة، ترك كورتو لبن طيبة، خروج فهم بوعزة المخضرم الذي تألق مع الكثير من النوادي، وكأنه غير راضي على التغيير لاعب فهم بوعزة. بن طيبة ياخذ مكانه في تشكيلة فريق مولودية بجاية، الربع ساعة من الشوط الثاني، نتيجة هدف لصفر لشباب قسنطينة، مراوغة ممتازة من توري، شاهدناش بيسان منذ دخوله يعني، لا شاهدنا في كرة وفي كرتين فقط اللاعب البنيني، ولكن ما وصلتوش كرات كثيرة، كرات لم يعني تصل، نعم الكرات أصلا لم تصل، لأنه فريق مولودية بجاية أصبح يعتمد على الكرات الطويلة من الدفاع مباشرة نحو المهاجمين، والشباب قسنطينة لاعبين يمتازون بالقامة ولديهم مورفولوجية بنية مورفولوجية كبيرة وبإمكانهم أخذ هذه الكرات العالية، لهذا اللاعب ما جاتوش كرات لحد الآن ولم تصلها كرات صالحة. احنا نتحدث عن اللاعب يعني من صعب جدا أن نحكم على لاعب في أول مباراة،
دخل بديلا، ولكن المدرب خير الدين المضوي مع مرور المباريات في قادم المباريات ستكون له صورة واضحة على هذا اللاعب ومردوده وراء مقطوعة ثم انطلاقة من توري، يعود يرجع إلى الوراء من أجل استرجاع الكرة، ضاعت على الظهار، يتركها لي بوخنشوش، يصارع بوخنشوش مع يطو، يتفوق بوخنشوش أمام أرونا والحكم يقول في خطأ. تدخلات أرونا قوية جدا في الصراعات الثنائية، هنا الدفع واضح من الخلف من أرونا أمام بوخنشوش، الشريفة وصلت الكرة في وسط الميدان، أرونا ضاعت منه، لم يلحق عليها أيضا جعبوط، تعاود ترجع لنعاس، كرة طويلة ولا أحد تمريرة ولا أحد، كان ينتظر أن زميله ينطلق لكن لم ينطلق، وحاول الضغط من اللاعب توري، كرة حداد ضائعة بعد تدخل من موفق من والي، استرجاعها بوخنشوش، عاود ترجع له الكرة مرة أخرى، كرة إلى الخلف وبولدياب، احنا نشعر وكأن فريق مولودية بجاية يبحث على أنه يقوم بالعمل الهجومي أو اللعب في منطقة شباب قسنطينة، ممتازة هذه المرة ناحية ستوري، يوزعها لكن تدخل الدفاع، الفكرة كانت جيدة، كورتيتو طويلة ناحية أرونا، الحكم يقول في خطأ. الصراعات الثنائية في كل مرة الحكم يقول خطأ للخصم لأرونا، خصم أرونا طبعا عناصر فريق مولودية بجاية، والانطلاقة ممتازة من اللاعب بوخنشوش ناحية توري، والحكم يقول خطأ، والحكم يقول في خطأ، صعب المرور أمام من هذه الصراعات الثنائية، يطو لم يجد من وسيلة سوى إسقاط توري أرضا لأنه تفوق عليه بدنيا كدفلة من مضايقة، لكن لعب يطو لو ترك توري فلت كان يكون لنا كلام آخر، رقابة رصيقة أيضا على ظهار، كرة ثابتة، والي أمام الكرة لا يتركها لرفيقه، كرة تكون مرفوعة خلف الجدار، وضباري وكرته إلى أين في القائم الثاني، ورأسية ولكن فوق الإطار، رأسية في الوقت اللي فيه راية، ووضعية تسلل للاعب بيسان أمامنا على الصورة، ولمصلحة دفاع شباب قسنطينة، هاي كرة ضباري مرفوعة، بيسان ضرب الكرة بقوة، ارتقاء جيد لكن بعيد عن الإطار، في ثاني كرة شاهدناه بيسان، وفي أول كرة تصل بجدية إلى مرمى الحارس الرحماني، رغم أنها هناك تسلل في نفس الوقت، هناك كرة كانت عالية، إلا أن أول كرة تكون ربما تقترب بخطر نحو الحارس الرحماني منذ بداية المقابلة، لما ما تخلقش لنفسك فرص وتكون تعمل في منطقة الخصم صعب جدا يعني أنك تسجل أهداف، تنتظر أخطاء الخصم لحد الآن دون خطأ، تعود ترجع لهارونا، يعود يرجع كورتو ممتازة، وتدخل الدفاع، سوء تفاهم بين عناصر شباب قسنطينة اللي كانت الفكرة جيدة، ثم الانطلاقة، عودة اللاعب شباب قسنطينة، الحكم يقول ما فيش خطأ، ثم كرة لبن عيادة على الجهة اليمنى، العرضية موجودة والحارس بصعوبة إبعادها، الدفاع للمرة الثانية، التغطية الدفاعية موجودة، تبقى للاعب العمري سيد علي، البحث على توزيع كرة ممتازة، هايلة ممتازة الفكرة، ترويض الكرة، المراوغة، ثم حط وضع الكرة في الزاوية صعبة لكن كانت بعيدة عن الإطار، عمل من جانب عناصر فريق شباب قسنطينة، هاو العمري سيد علي تفوق في هذه الكرة، راوغ في المرة الأولى، الارتكاز على اليسرى وتسديدة باليمنى كانت قريبة من الزاوية الصعبة لمرمى الحارس طوال عثمان، ثاني محاولة لشباب قسنطينة في الشوط الثاني، أخطر ثاني محاولة لشباب قسنطينة في غياب فرص سانحة من جانب فريق مولودية بجاية، كرة طوال مقطوعة في وسط الميدان، تبقى لوالي غطي كورتو، واضطر للعودة إلى الوراء لبولدياب، ما عندوش حلول كثيرة بولدياب،
هنا سرعة التنفيذ، يعني اللاعب يتباطأ في توزيع الكرة، الحل هو في الكرات الطويلة واللعب المباشر، لكن ضايع يسترجع فريق شباب قسنطينة. ثم في الرواق ممتازة والتغطية الدفاعية موجودة مرة أخرى، ثم الانطلاقة المراوغة ممتازة مرة أخرى، تبقى لمولودية بيجاية الاحتفاظ بالكرة، الاحتفاظ بالكرة لمن سيوزع الكرة، مضطر للعودة إلى الوراء، تعود للرجع لابن طيبة اللاعب البديل اللي يدخل منذ حين في سلسلة من المراوغات، يوزع كرته ناحية توري، ضاعت من توري ولكن استرجع توري بقوة، خرب منه الناس ناو نعاس، تبقى لي بوخنشوش ومعودة إلى الوراء لدباري دائما في منطقة مولودية بيجاية، الكرة على الجهة اليسرى هذه المرة، البحث على المراوغة والضغط على حامل الكرة، يحاولوا عناصر مولودية بيجاية الاحتفاظ بالكرة ثم الانطلاق في الهجوم، الحكم يقول ما فيش خطأ، تمريرة راسية لظهار يوزع في القائم الثاني ولا أحد في المتابعة، سهلة لفريق شباب قسنطينة، ولبن عيادة يبحث عن المراوغة أو صالحي، لكن الحكم يقول لتوري ولمولودية بيجاية قريبة من زاوية الركنية، تصل الكرة في الأخير للاعب بوخنشوش راح يوزعها في القائم الثاني، بالفعل أرضية هذه المرة، تبقى توزيعة وسهلة، توزيعة وتسديدة ولكن سهلة، ضعيفة تماما وسهلة للحارس الرحماني، نشعر أحيانا أن فيها نوع من البناء الهجومي ولكن ليس ليس بالجدية والاندفاعية اللازمة التي تكون والاستمرارية. نعم، فريق مولودية بيجاية أصبح من حين إلى آخر يقوم بحملات هجومية ولكن تنقصها الاندفاعية اللازمة والجرأة والحركية أمام المرمى، وهذا ما خلاش كرات تصل بخطورة إلى الحارس الرحمن. الحكم يترك اللعب يتواصل، قل ما فيش خطأ، كرة طويلة ولصالحي ولشباب قسنطينة، والتماس توري يدي في مباراة مقبولة اللاعب توري صراحة حركي يعني. ويحاول أنه يساعد زملاء ويحاول يقوم بحركات من الناحية الفردية، يعني لاعب يريد أن يبرز مهاراته وقدراته ولديه بعض المؤهلات، وفريقه بحاجة إلى خدماته إلى مردوده إلى أداه إلى فعاليته الغائبة لحد الآن على غرار بقية زملائه، ثم الانطلاقة من بوخنشوش يغير ناحية رفيقه على الجهة اليسرى، تعاود ترجع في وسط الميدان دائما لمولودية بيجاية، والي في وضعية جيدة أمام المساحة الكافية لتوزيع الكرة ناحية نعاس، ثم تبقى لتوري، توري دائما عنده الكرة، كرة ممتازة ناحية رفيقه، ظهر يرفعها ممتازة، بوخنشوش البحث على المراوغة والتسديدة، تعاود ترجع لتوري، هل يسد سد توري ممتازة تصطدم بالجدار، الكرة ما تخرجش ويلحق عليها صالحي، التسديدة كانت قوية، تمريرة ممتازة التمريرة هذه من لاعب أرونا ناحية جعبوت، جعبوت تترك كرته لبن عيادة، بن عيادة غير تماما بعيدا كل مضايقة، العمري سيد علي في وسط الميدان يوصل كرته لرافقه بن شريف على الجهة اليسرى يرفع وسهلة للحارس، سهلة حتى التمريرة لم تكن بالدقة، كان بإمكانه مواصلة التقدم بالكرة، المساحة كانت موجودة أمامه، كان بإمكانه حلول أفضل من الحل الذي اختاره، وبيسان يوزع كرته ناحية رافقه بن طيبة، يلحق عليها بن طيبة قبل خروجها، يروضها يعاود يرجع إلى الوراء لرافقه، ما فيش لاعب لتقديم المساندة والمساعدة، وإن كان بإمكانه هنا نشعر أن فيه مساحة كافية بين كبيرة بين المهاجمين وعناصر الوسط وأيضا المتأخرين، شوف احنا كم كل لاعبين في منطقة شباب قسنطينة في هذه اللحظة كما نشاهد، وتمريرة سيء دون تركيز، ولكن فراغ بين الدفاع وبين الهجوم لفريق مولودية بيجاية اللي ما سمحش بإيصال كرات قصيرة في المكان المناسب، أعتقد هناك تغيير، أول تغيير في تشكيلة فريق شباب قسنطينة، خروج حداد ودخول قعقع منصب بمنصب، تمرير هنا اللاعب شوف هنا التعويض ممتاز من بن طيبة، ثم التسديدة توري هنا بقوة وعودة موفقة، مسددة كما يجب، كانت مسددة كما يجب، هذه مهارات حركية في المستوى بالنسبة للاعبي فريق مولودية بيجاية، ولكن تنقصها فقط الفعالية وحسن التصرف أمام المرمى والثقة في النفس، نعم.
تغيير منصب بمنصب، يعني أول تغيير في الدقيقة قبل نهاية الشوط المباراة ب 25 دقيقة. نعم ربما اللاعب أو ب 20 دقيقة، 20 دقيقة اللاعب حداد ربما حس نوع من العياء وبحاجة إلى إعطاء نفس جديد بالنسبة للوسط الدفاعي لفريق شباب القسنطينة. مهما يكون بالنسبة لي أداء اللاعب عبيد الغائب عن مباراة اليوم، رغم أنه يعاني ولكن نشعر أحيانا غيابه يعني في اليوم في الخط الأمامي بما قدمه الموسم الماضي من إمكانيات عالية المستوى، تشعر دائما بأن فريق شباب قسنطينة بحاجة إلى عبيد. يحدث التغيير الثاني بعد لحظات، كرة في وسط في منطقة الحارس الرحماني، بيدا كان المدافع زعلاني يتفوق أمام بيسان، كرته طويلة هارونا معزول لكن تمريراته دقيقة ولمسته في المستوى. نعم شحرور العمري سيد علي، الضغط على العمري سيد علي بالفعل ما فيش خطأ، ينطلق اللاعب توري ضاعت منه الكرة، كانت الفكرة جيدة، عودة موفقة لدفاع شباب قسنطينة. العمري وعودة يطو للتغطية، هارونا تفوق ممتاز من بوخنشوش في هذه اللقطة أمام ثلاث لاعبين يتفوق يسترجع الكرة. المؤهلات بعض لاعبين مولوديه بجاية لديهم قدرات كبيرة مهاريا، و يعني الفريق ربما بحاجة إلى الثقة في النفس وإلى مراجعة بعض الحصص.